تواصل الدولة المصرية جهودها الدؤوبة لدعم الإبداع ورعاية الموهوبين ونقل آليات التحول الرقمي بدعم مباشر من رئيس الجمهورية. وحول هذا الملف استعرضت تلك الجهود وزيرة الثقافة إنس عبد الدايم في الجلسة الثالثة من مؤتمر نابولي لوزراء الثقافة في المنطقة الأرومتوسطية. وأوضحت الوزيرة أن في ظل التحديات التي تعرض لها العالم أثناء الجائحة العالمية ككورونا، كانت هناك خطوات جادة وسريعة اتخذت للاستفادة من التحول الرقمي بإطلاق المبادرة الإلكترونية الثقافة بين إيديك في 2020، وذلك من خلال بث كنوز الإبداع المصري على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب والموقع الرسمي للوزارة.